أنا لقيت الطريقة اللي يجينا فيها ولد وينادي لك يا أمو وينادي لي إلي يا بي من دون ما تحملي. وشلون بقى؟ فهمني إياها. رح فهمك إياها، بس ما بدي إياكي تضوجي بنوب. طيب ماشي، تفضل عم بسمعك. يا ستي إمتى يا ربي بدك تخلصني من الشقة والتعتير اللي أنا عايشة فيه؟ إمتى؟ لك ما بخلص من الخانم والبيك، تجيني خالتي اللئيمة هون نكات وهونيك نكات. يا رب يا رب ارحمني برحمتك يا رب. يا رب أنا مالي غيرك يا رب. يا رب عم تسمعني؟ شو؟ شو عم تقول؟ بدك تتجوز زهرة الخدامة؟ ولك بدك تنزل مستواك لخدامة؟ يخرب بيتك شو واطي؟ عم قول لحالي لشاعد عم تسايرها وتدللها ويا فريدة اسكتي ويا فريدة. خلص خلص هلا عم تسمعنا فضحتينا. لك على شو بدي يسقى؟ على شو مالك سامع حالك؟ شو عم تلعب وتبربر؟ لك يا فريدة، لك أنا لا بدي أتجوز ولا هدفي جواز، لك افهمي علي؟ لك بس فهمني، شو بدك تجيب منا ولد بالخمس؟ لك يا حبيبة قلبي، لك يا روحي، ولك أنا ما بدك بنسوان العالم كلها. بعدين أنا بحكي لك، عجبك بيمشي لها، ما عجبك بلاها السيرة من أساسها. هدي فروتي، هدي يا قلبي، هدي هدي يا روحي، شو بدك؟ هات لشوف احكي. أول شيء أنا رح أتجوز زهرة عن دود، يعني عن كذب، يعني كتاب براني. بتجوزها وبيجينا الولد، الولد بيصير يقلك إلك يا أمو وأنا بضل أبو. وبعد ما يجينا الولد بيجي أنا بطلقها وبقلعها من الحارة كلياتها. شو رأيك؟ أيوه، يعني ما رح تخليها على زمتك. لك شبكي ولك أنا زكي بيك، معقول انزل لمستواها؟ شو مجنونة انتي؟ عندي شرط. تفضلي، شرطي على كيفك. بس تجيب منا الولد بتطلقه، ما بتخليها تقرب عليك بالمرة. أعوذ بالله، فورا بطلقها وبقلعها مثل ما عم حكيكي لك فريدة. طيب وبركي هي ما رضيت تتجوز بالسر؟ منحكي مع خالتها الهام، وبشوية مصاري بتقنعها وبيمشي لها. إذا كان هيك وافقت. ماشي. وإذا بتقنعيها يا إلهام إليك ثلاث ذهبات. ثلاث ذهبات؟ لك إيه، ثلاث ذهبات حلال زلال عليكي. بس بتفهميها إنه هاي الجوازة بدها تكون سرية، يعني ما بيدرى فيها مخلوقا يخلق. طمن يا بيك، ما رح يدرى حدا غيرنا، هون حفرنا وهون طمرنا. حلو، وبس إجاني الولد رح طلقها، فهماني علي؟ شو رح أعمل؟ رح طلقها. حقك يا بيك، حقك تطلقها، ليش مين هاي زهرة حتى تصير مرت البيك؟ حلو، معناته أقنعيها. تكرم عينك يا بيك، أنا اللي رح أقنعها، طمن. السلام عليكم. الله معك يا بيك. الذهبات بدك يعني اتجوز زكي بيك؟ ايه بدك تتجوزي، وجواز سري. لا انا ماني موافقه. ليش مانك موافقه يا بعدي؟ لا تكوني مفكره حالك صرتي خانه ومو ابوكي كان باشا ومانا دريانين. لك خالتي، زكي بيك اكبر مني بالعمر بكتير. واكبر منك بالقدر وبالقيمه، والف وحده بتتمناه، مشان هيك بدك تتجوزيه. يعني بدك تتجوزيه؟ اجوا الجوازه بالغصب. ولك يا حوبي تجوزي، لأنه بكرة بيدلل كل شي بدك يا بجيب لك يا. لك يا خالتي، رح ضلني خدامة عنده وعند مرته. أكيد رح تضلي خدامة عنده وعند مرته، إن شاء الله مفكرة حالك رح تصيري ضجتها للخانم. وأوعك حدا يدرى بالموضوع، لأنه إذا حدا دري البيك بيأذيني وبيأذيكي. يا ربي دخيلك، شو هالجوازة هاي؟ اسمعي وليه، بدك تتجوزي البيك مو أحسن ما تنزلتي بالشوارع؟ ما بكرة بتقومي بتحضري حالك مشان تتجوزي البيك، فهمتي؟
على عيونك شو راسك يا بس. يا ربي ليش عم يصير معي هيك؟ ليش ما يكون حظي مثل كل هالبنات اللي عم تتجوز؟ لك ليش خالتي بدها تبيعني لزكي بيك؟ لا بس أنا ما رح أرضى أكون مثلي مثل أي دابة بتنباع وبتنشرها. أنا ما رح أتجوزه للبيك لو بدي موت. شلون ما أنا بالبيت؟ والله يا بيك ما بعرف، أنا فقت من النوم ما لقيتها بالبيت، فتت على غرفتها لقيتها ضاب بغراضها. شلون يعني هربت يا زكي بيك؟ هربت يا حضرة لويس باشي، هربت، سرقت كردان الذهب والصيغة تبع الخانم وهربت. كردان الذهب؟ إيه، كردان الذهب كنا مأمنينها على أموالنا وسرقتنا وهربت، وإذا مو مصدق اسأل مرت أبوها إلهام شلون كنا نعاملها، نعاملها أحسن معاملة. حما هلا بعد كل شي عملتوه معها بتروح بتسرقكم. حضرة اليوس باشي، الناس اليوم بدمها السرقة، بدمها. يا هذا زكي بيك اللي بعرفه، وحياة عينك لجيب لك اياها من تحت الارض وتجي لعندك وترجع لك كل شيء، لا تاكل هم. عفارم عليك، عفارم عليك حضرة الويز باشي. ولو يا بيك، لك لحنا بالخدمة. يا عريف اسمعي، مو انت زهرة؟ زهرة؟ امشي معنا على الكركون تحركي. ليش سيدي؟ امشي. انت كنت تشتغلي عن زكي بيك وسرقتي له الذهبات. لا والله العظيم يا سيدي انا ما سرقت شيء. امشي تحركي. لكن امشي بلا حكي. يا سيدي والله العظيم أنا ما سرقت شي، هات المصحف الشريف لأحلف لك. طيب رح أجي معك، ليش هربتي من بيتك ومن بيت زكي بيك؟ لأنه زكي بيك بده يتجوزني بالسر وأنا مالي موافقة. خلصي ولي؟ لك مو حرام عليك تتهمني ظلم؟ خلاص ولا كلمة. يعني أنا شو بدك يعني صديق إذا خالتك والخانوم وزكي بيك عم بيحكوا انك سرقتي الذهبات كلهم كذابين وانت صادقه؟ اسمعي اقسم بالله العظيم اذا ما بتحكي الصدق لابعتك على القلعه وخليكي تقضي كل حياتك بالسجن. احكي وين الذهبات؟ والله ما سرقت. حضرة لويس باشي، ممكن تتركني انا وياها شوي لحالنا؟ ولو نحن بامرك زكي بيك. يا اهلين وسهلين، يا اهلين بالباشا، ليش نازل هون؟ خلينا نطلع على المكتب لفوق. يوز باشي فياض، تخلي سبيل زهرة فورا. بس يا باشا، زهرة وحدة حرامية وسارقة ذهبات زكي بيك، شلون بدي طلعها؟ زهرة ما بتسرق، بنت اخي الباشا عاصم ما بتسرق. شلون يا باشا زهرة بتكون بنت اخوك؟ ايه بنت عاصم باشا الله يرحمه، أخي اللزام. إلهام كانت تشتغل خدامة عنده، وهي وجوزها طبخت الطبخة، سرقت الذهبات، مو بس هيك، وسرقت زهرة وقت كانت رضيعة، حرقت له قلبه حرق. ولك
ما كبرت سهرة وصارت بعز شبابها شغلتها خدامة، وضلينا سنين وأيام وأشهر ونحن عم ندور لحتى الحمد لله عرفنا وين مكانها. وجاي انت يا زكي بيك تتهم زهرة بالسرقة؟ بس زهرة سرقتني يا باشا. انت كذاب. زهرة ما سرقتك، والهام صارت عندي، حكت لي كل شيء. يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم عليك، عم تستغل مركزك انت والخانم وتظلم الناس. شفت يا يوسباشي انه زهرة بريئة وما سرقت شيء؟ وانت يا زهرة يا حبيبة قلبي يا بنت اخي، الحمد لله الحمد لله اللي لقيناك. هلا امك ناطف قلبها على ما تشوفك. شرفي بعد اذنك يوسباشي. عريف سامي. نعم حضرت اليوسباشي. طلع زهرة من النظارة، فوتها لك ديش عوض. حاضر.